من الانتهاكات والمخالفات التي شابت المرحلة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية لسنة 2012. ده توضيح ونتيجة الاتحاد اللي حصل ما بيننا. بعد إذنكم يا جماعة نبتدي نسمع. تعتبر نتيجتها إهانة لهذا الشعب وإهانة لصلاح مركز شرطة فيصل. كان كشف الخارج من اللجنة غير موضع فيه إجبالي عدد الناخرين والعدد من حضر المتوقفين قاموا بالتصوير والتوقيع في كشوف الناخرين. تم تحرير محاضر شرطة لهذه الحالات جميعا. المرحوم باسم عبدالله محمد عبدالله قام بالتصويت بمدرسة فؤاد يوسف عويس مركز أبو المطامير محافظة البحيرة. وتم تحرير محضر 2045 إداري مركز أبو المطامير. المرحومة ليلى علي خليل سليمان صوتت بمدرسة رود الفرج الإعدادية بشمرة. المرحوم رشاد السيد بسطاوي صوت بمدرسة أمير البحر الإعدادية بالرصافة. المرحومة أمير راشد أحمد علي صوتت باللجنة فرعية 3 راس غارب البحر الأحمر. المرحوم صالح شاذلي سعداوي صوت باللجنة الفرعية رقم 4 مدرسة الرودة الإعدادية بالتحديد أولها مركز كارتر الذي أشاد به الإعلام عما قاله عن أن تلك انتخابات نزيهة. سوف نتلو عليكم بعض فقرات من التقرير الرسمي الصادر عن مركز كارتر والموجود على موقعهم الإلكتروني. صفحة رقم 1: إن بعثة مركز كارتر هي بعثة ذات نطاق محدود بسبب المرحلة المتأخرة التي تم فيها اعتمادها والقيود الخاصة بعدم قدرة بعثات المتابعة على إصدار بيانات قبل الاقتراع ووضع حد لحضور المتابعين داخل لجان الاقتراع لمدة لا تتجاوز نصف ساعة. الفقرة الثانية في الصفحة رقم 2: ونظرا للقيود التي تم فرضها على متابعي الانتخابات من قبل السلطات الانتخابية التي منعت تقييم المراحل الحاسمة قبل الانتخابات بما في ذلك تسجيل الناخبين والحملات الانتخابية، فقد كان باستطاعة مركز كارتر إرسال بعثة محدودة للتركيز على التصويت وعمليات الفرز والعد والتجميع. أفاد متابعو مركز كارتر بأنه في حوالي ثلث اللجان التي زاروها كانت هناك حالات تقوضت فيها سرية بطاقات الاقتراع، وعادة كانت معظم هذه المخالفات بسبب تخطيط لجان الاقتراع وكشوف الناخب وكشف الناخبين عن نيتهم الانتخابية والمساعدة غير الملائمة من قبل القضاء والاستحقاق. لكي يتمكن متابعيه من الحضور في مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة خلال تجميع النتائج الوطنية للانتخابات، ولكن لجنة الانتخابات الرئاسية أبلغت مركز كارتر أنه من المسموح لموظفي الاقتراع التابعين لها فقط بالحضور أثناء هذه العملية. ويرى مركز كارتر أن عدم وجود مندوب المرشحين ووسائل الإعلام والمتابعين المحليين والدوليين في هذه المرحلة الحاسمة لعملية الاقتراع إنما يقوض الشفافية الشاملة لنتائج الانتخابات من قبل، وفي حين تبرر أهمية الانتخابات المصرية استمرار مشاركة المركز ومجموعات المتابعة الأخرى فيها، إلا أن المركز لن يتابع مرة أخرى أي انتخابات في مثل هذه الظروف. ده تقرير مركز كارتر الرسمي الصادر عنه. إن مخالفة واحدة من التي ذكرها مالك تبطل الانتخابات في أي دولة كانت، فما بالنا بكل هذه المخالفات مجتمعة، خاصة وأن هذه هي فقط ما استطعنا تحصيله من جملة اللجان الانتخابية. ولذلك فإننا نتقدم بهذا الطعن ليس إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وليس إلى المجلس العسكري وليس لأي سلطة قائمة على أرض هذا الوطن، بل إننا نتقدم به خالصا إلى الشعب المصري العظيم صاحب الحق الأصيل والذي كان جل ما أراده هو أن ينعم بحرية